احنا الهلال والاخوان يعني في شرطة الشارقة او في منطقة الشارقة التعليمية، وفرع الهلال الاحمر بالشارقة، وجميع افرع هيئة الهلال الاحمر التي تسهر وتاخذ على عاتقها هذه المسؤولية تجاه هؤلاء الاخوان وجميع المنكوبين في العالم. فنحن ندعو الجمهور من خلال منبرك اخوي يوسف انهم يتواجدون معنا. نحن عاملين فقرات يعني تعريفية عن المنكوبين، سوف يكون هناك معنا ضيوف شرف، لا ننسى نادي السفراء النوايا الحسنة اللي راح يكون متواجدين معنا، عدد من السفراء للتحدث إلى طلبة المدارس، للتحدث إلى الأسر اللي راح تتواجد طيلة هذا اليوم في أوقات مختلفة، لتعريفهم عن هذه الكارثة اللي يعيشون أخواننا في هذا الجو البارد. فحبينا تكون هذه مداخلتنا في هذا الصباح، ونتمنى منكم طبعا التواجد، نتمنى منكم بعد تكرار تذكير الجمهور من يرغب ليس فقط من إمارة الشارقة بل من جميع مدن وإمارات دولتنا الحبيبة، العنوان مدرسة الأندلس في منطقة واسط بالشارقة. جزاك الله خير ابو محمد. بس ابو محمد قلت لي اي يوم باكر؟ لا يوم السبت ان شاء الله يوم اخوي السبت. يعقوب يوم يوسف عفوا يوم السبت ان شاء الله راح نكون متواجدين جميع الاخوه والاخوات المتطوعين من الساعه كم؟ جميع من الساعه، نحن كمتطوعين راح نكون متواجدين من الساعه 7:30 8 صباحا. راح نفتح ابواب المدرسه لاستقبال الجمهور، نحن متواجدين من يوم الجمعه طبعا، واليوم الاخوان متواجدين حاليا يهيئون المكان. الاخوان في شرطة الشارقة ما قصروا، اعطونا الخيام. طيب اللي وقت اليوم يسمح وباكر مثلا عشان يجيب التبرعات ويوصلها؟ والله شوف اليوم ممكن عن طريق مراكز الشرطة اللي منتشرة في إمارة الشارقة يوصل تلك التبرعات، او فرع الهلال الاحمر في منطقة الرحمانية او في الخيلات او في المركز الطبي اللي موجود في منطقة الرملة. الحمد لله احنا نستقبل، لكن هذا يوم عملناه يوم مميز للتحدث عن التطوع ومساندة إخواننا المنكوبين مع طلبة المدارس، لتعريفهم بزملائهم في أخوانهم اللي هم يعانون هذا البرد القارس، هذا البرد اللي في العراء مثل كما نشاهد في شاشات التلفاز ومن خلال صحفنا المحلية. يعني فهاي راح تكون يعني نفس ما قلت لك يعني فرصة لأبنائنا أنهم يتعرفون على هذه الأشياء ويساهمون فيها، والدال على الخير كفاعله يعني. ونحن دولة خير منذ تأسست دولتنا دولة الإمارات. زي المساهمات عبارة عن شو تكون أبو محمد بس للتذكير؟ طبعا أي شيء تستطيع هذه الأسرة تقديمه من ملابس، بطانيات، مواد غذائية. الإخوان ما شاء الله هيئة الهلال الأحمر مسيرة رحلات جوية يتم تصنيفها ووضعها في كراتين خاصة ويتم إرسالها. دفايات ممكن تأخذون صح؟ كيف أخي؟ دفايات. والله شوف دفايات هناك على حسب المخيمات الموجودة كل شيء يعني يساعد على تدفئة هؤلاء الأطفال أو الأمهات والآباء المسنين وحتى النساء أمهاتنا اللي هناك، كل شيء يقدم لهم الدفع هيئة الهلال الأحمر متكفلة برسالة بحيث يستفيدوا من الجماعة. دفايات، سخانات ماء وغيره من الأمور هذه كلها، كل حاجة، كل حاجة تخدم أخواننا في بلاد الشام وكردستان العراق هيئة الهلال الأحمر متكفلة في عملية نقلها بأسرع وقت ممكن. والحملة ما شاء الله جاي يعني استمرت بناء على توجيهات نائب رئيس الدولة لحين الانتهاء من فصل الشتاء. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وهي دعوة لكم بعد إذا في رقم تليفون بس أبو محمد. رقم الموبايل موجود ممكن أعطيك على الهواء. عطني عطني. 050-05-628-628 4-8 6-2 6-2 هذا رقمك يا محمد؟ اي نعم رقمي اخوي. وهم بعد مثل ما قلت لك مكاتب الهلال الاحمر موجوده تستقبل المدارس، طبعا الان شغالين صار لهم 4 أيام بالتواصل مع الاسر، بس حبينا نجمعهم تحت مظله واحده الا وهي مظله تربويه وامنيه ومجتمعيه في نفس الوقت. جزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم. ارجع اكرر رقم 050-628-4862 صح كذا؟ نعم اخوي. يعطيك العافية محمد، جزاك الله خير وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. حياك يا طويل. طبعا يمكن تتذكرون أسبوع اللي طاف علي كان مسافر جزاه الله خير، فكان في المخيم وتواصلنا مع الإخوان الموجودين هناك فيراويني الحين الصور، طبعا شاحنات عبارة عن شاحنات، صور الشاحنات والمواد اللي ينزلونها من الشاحنات
كراتين طبعا بأعداد لا يمكن تتخيلها. علي يقول لي ان انا انصدمت وتفاجأت باللي شفته، يقول ما كنت متوقع كذا صح، فيقول الحمد لله رب العالمين. يعني ايادي الامارات البيضاء واصله هناك، ومجهودات هيئه الهلال الاحمر مبينه للجميع، يعني جزاهم الله خير، في المخيم الاماراتي الاردني الهلال الاحمر، العنايه بالحياه شعارهم طبعا. قول لي ايش اللي شفته. هذا مستشفى. المساحة هذه ملعب الكرة يوزعون فيها. انزين. يعني ها مش المخيم اللي تراه، في مستشفى، في صور مخيم بس المستشفى. انزين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحان الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. أنا يمكن شفت بعض المشاهد أوانيا، الحمد لله دفايات مكيفات حتى موجودة عندهم، طبعا الحين ما راح يستخدمونها لكن بتنفعهم في فصل الصيف. مكيفات موجودة، دفايات موجودة الحمد لله، مواد الغذائية متوفرة، ألعاب للأطفال متوفرة، مدارس متوفرة، فالحمد لله رب العالمين واصلين لهالمرحلة، اللهم لك الحمد. وهذا كله ترى بعد فضل الله سبحانه وتعالى وفضل القيادة الحكيمة الرشيدة وفضل الجمعيات هذه، هذا بفضلكم انتم ترى ومساهماتكم هذه في النهاية، فجزاكم الله خير في ميزان حسناتكم ان شاء الله، والله يرد البلاء عنا وعنكم وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن الجميع ان شاء الله، ونتمنى ان ما نسمع حد يعاني. نتمنى ما نسمع حد يعاني. انزين. يقول الرجاء عند التحدث مع شخص عبر الخط عدم تشغيل الأغاني أثناء الحديث إن شاء الله. هاي خلفية طويل العمر. زين ما شاء الله، أشوف شوارع ورصيف وهذا ومستودعات. ما تكسي مودنك؟ زين. شاف الهناقر هي فيتحرق قاعدة جوية، ما شاء الله ما شاء الله، جزاهم الله خير. ما مسوي لهم بعد مش كرفانات، هذه مثل هي ألمنيوم. جزاهم الله خير وإعلام الإمارات طبعا، والله شيء رهيب، الله المستعان. فعشان كذا انت قلبك يعورك يعني يوم تشوف المايت يجمع في بلادك وبلدنا تسوي اللي تسويه، الحمد لله رب العالمين. زين. صباح الخير بوداود. بوداود يقول لو أردنا مثالا لقلنا أن العلاقة بين القيادة والشعب تشبه إلى حد ما العلاقة بين الأب والابن. الأبناء كما يعرف معظم الآباء وأنا منهم لا يحبون أحيانا الأوامر أو التوجيه. كتاب رؤيتي، هاي من مقولات طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يطول بعمره. لو أردنا مثالا لقلنا أن العلاقة بين القيادة والشعب تشبه إلى حد ما العلاقة بين الأب والابن. الأبناء كما يعرف معظم الآباء وأنا منهم لا يحبون أحيانا الأوامر والتوجيه. جزاهم الله خير. زين أخذ هذا الفاصل ورجعت أتواصل معكم. سيدتي تفضلي بزيارة معرض برستيج فاشن ليدي صالة المزهر بدبي من 26 ولغاية 28 من يناير 2015 للتعرف على أحدث الأزياء والعبايات وكل ما يهم المرأة المتميزة بمشاركة أحدث مصممي الأزياء من دول الخليج. سيدتي هناك العديد من المفاجآت عند زيارتك المعرض. للاستفسار 056-476-777-69. 2015 سيكون عام الابتكار في دولة الإمارات، وسيبدأ هذا العام مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، أكبر تجمع في الشرق الأوسط حول التنمية المستدامة، والذي يوفر منصة لتفعيل جهود نشر وتطبيق حلول ومشاريع الطاقة المتجددة. فالمستقبل يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم. أسبوع أبوظبي للاستدامة باستضافة مصدر من 17 إلى 24 يناير 2015. أبوظبي sustainabilityweek.com.
يا معرض الحاسوب، أسرع حاسوبة أبي أجرب. أنت لست بحاجة إلى معرض الحاسوب. خلال مهرجان دبي للتسوق استمتعوا بخصومات تصل إلى 30% على جميع الإلكترونيات في جميع متاجر كارفور هايبر ماركت في الإمارات. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. نجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8. نرحب بمكالماتكم على 600551610 ورسائلكم نصي قصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين طبعا صلاة ودوم. قول أبو مانع عليك جايز، قول له ما عطيت الريال. الله يخليكم، ردي علي، ردوا علي. من فرج كربة أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مستعد أتكلم على الهوى ابنتكم الكفيفة إن شاء الله يا أخي إن شاء الله. السلام عليكم للمرة الثانية بنفس الأسبوع، للمرة الثانية بنفس الأسبوع وبنفس المكان حادث يوقف السير والشرطة بدلا من أن تتخذ إجراءات فتح الطريق يقف على الطريق على طرف الشارع وبكل ثقة يقوم بمخالفة السيارات التي تتجاوز على الطريق بسبب عرقلة الحادث للسير. يرجى أخذ العلم والاهتمام بالموضوع وشكرا دكتورة أماني. إن شاء الله دكتورة نتواصل وياك. ما أعظم أن يحبك إنسان لجمال روحك وأنت تجهله وأنت تحبه وهو يجهلك، من أقوال أبو عايدة. جزاك الله خير يا أبو عايدة، مشكور على التواصل يا مصعب سعادة العميد. صباح الخير أنتم وطاقم البرنامج محمد العيناوي من الديت. تحياتي لك يا أبو جاسم، مشكور على التواصل يا العيناوي. إنزين لو سمحتوا صوت الموسيقى وقراءة الأخبار جدا عالي، يعني ما نقدر نفهم شو يتكلم، نرجو النظر بالموضوع وشكرا. إن شاء الله سمعت يا أستاذ علي، جزاك الله خير، نعتذر منكم. السلام عليكم، لو سمحتوا بشأن زيادة إيجارات البيوت أريد أن أعرف كم نسبة التي يستطيع المالك رفعها. أنا مستأجر شقة عبارة عن استوديو بسعر 12000 درهم سنويا منذ 3 سنوات في إمارة الشارقة، والآن يريد المالك إلى 22000. قسم المنازعات الإيجارية طويل العمر في بلدي على حسب المحيط. إيجار المثل عندهم نظام إيجار المثل، هاي على حسب معلوماتنا، يعني اللي هم يطبقون إيجار المثل يعني على حسب المحيط أو المنطقة، كل منطقة لها إيجار معين، فممكن تتواصل وياهم يفيدونك أكثر، وإذا كان غلطان راح يلزمون يعني. ألو ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو يوسف. يا حيا الله أبو مانع، صبحك الله بالخير بالنور والسرور. الحال طبعا معنا الاستاذ محمد بصابر صاحب الدولي للمزادات من الشارقه. ابو يوسف المفروض تروح سوينا دعايه. انا هاي دعايه لكم، مدامكم مواطنين وتديرون مواطنين ومعظم اللي يحضرون مواطنين وفي اماره الشارقه عاصمه الثقافه. زين فلازم هاي بروحه دعايه، ما يحتاج يعني نسوي لك دعايه طويله. خلاص وفي دعم مباشر جزاه الله خير من الشيخ سلطان يعني متابعنكم. الله يطول عمرك، فهذا بروحه يعني دعم كافي يعني اعتقد هو الدعم الرئيسي طبعا. جزاه الله خير، الله يبارك فيه ان شاء الله يعطيه الصحه على الذله ما شاء الله عليه. امين رب العالمين. الله يسلمك. يا مرحبا يا ابو مانع. ابو مانع الله يحييك الشيخ، نذكر الجمهور طول لي بعمرك. زين نذكر الجمهور انه عنده ابو مانع عنده مزاد طبعا للانتيك والتحف والاشياء النادره والاشياء الجميله للمقتنيات طبعا، واليوم الناس بدات تتوجه لهذه الاشياء، بدات تلجا للاشياء القديمه تزين فيها بيوتها بدل ما تبحث عن اشياء ممكن تبلى ممكن تهتري ممكن تخترب ممكن تكون تقليد، فيرجعون للاشياء القديمه. فابو مانع جزاه الله خير عنده مزاد جميل يحضره الكثيرين من مختلف إمارات الدولة وكذلك من منطقة الخليج وكذلك من الدول العربية على فكرة وبعض الأوروبيين كذلك، هذا أنا اللي شفت بروحي يعني. فهواية جميلة مفيدة
أتمنى الجميع يحضره، فمزادهم إن شاء الله باكر الساعة طبعا بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، وساعات يمتد المزاد للساعة 9 و10 على حسب الجمهور وعلى حسب المقتنيات والقطع المقدمة أو المزايد عليها. صح تجيبوا مانع؟ بس بعد كفيت ووفيت كما قالوا. عزيز وغالي في سوق العرصة، في سوق العرصة طبعا، هي في سوق العرصة، اللي يوصل سوق العرصة يعرف مكانه على طول. عنصر رئيسي انت يا ابو يوسف. نعم. لا 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 يا اخوي، لا رئيسي ولا غير، اللهم متفرج يعني. اقول لك ما نعرف الراويك انت. يا الله ما يحتاج تتعرف عليها، انا توني لا حبو لا بحر ما شاء الله عليك. وين بحر يا اخوي، نتعلم منكم نستفيد منكم يا اخوي، على الخفيف مثل ما يقولون. نكمل بعض. المهم اقول لك بنتواصل وياك، نحن بنعطيك رقم الريال هذا عبد المنعم جزاه الله خير. نعم. كم حطيت الجائزة انت، كانت 1000 ولا 500؟ لا 500. صدني اني نسيت مو نهائيا. والله قلت له انا، قلت له ابو مانع اتذكرني، ذكرني كلمني. والله نسيت، حتى انا قلت لك اذا قلت لك انت. ايه صح صح اتذكر. اتذكر قلت لك. ونسيت نهائيا ذمتنا يا ابوي. الحين علي ان شاء الله بيطرش لك الرقم على الموبايل. خلي يتصل. بس لا اقول لك لا تعطي الجائزة لما يلمزاد عشان يشتري بال 500. لا هناك بنعطيه، هناك بنعطيه. لا لا قل لي خليه يتصل له ان شاء الله الساعه 5 الفجر. ما عندنا مشكله. جزاك الله خير. ما تقصر يا ابو مالك. جزاكم الله خير وبيض الله تويهكم. الله يحفظك ويهك ابيض، وتحياتي لك. خاص الصراحه لذات ايمان. والشكر لك يا طويل. يعني داعم اعلامي الرئيسي الصراحه. واجب يا طويل العمر. وتحياتنا لكل الموجودين والربع يعني والاخوان، وخاصه ابو راشد الله يذكره بالخير، على كم يسوي يقول عندي كرسي لك، عندي تذكره، ها كم يسوى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عاشين بنعمه. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يحفظ الامان ان شاء الله. امين رب العالمين. الامن والامان في الدوله ويحفظ شيوخنا. اقول لك خماس يابل اسمك، يابل اسمك من الريال نوها خماس. ياب 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 وانت يابا زين. بس عاد استوى شيء ما بطيب. هي قواطي شلن عنه. تعال يا اخي هذه القواطي منو شلها؟ والله ما انا ما ادري، بس انا اقترح عليك يا اخوي وضع خيمه، وضع كاميرا في الخيمه. والله طالع الشيخ بخصوص وضع كاميرا نتريا شيخ، ما تقول ان شاء الله الحكومه تدعمنا بالخيمه الثانيه هاي اللي جنب الروم، نحط فيها كاميرات والروم شكل ما تقول نسوي حاجز حق النساء يعني يجون اخوات، ولكن كثره ما شاء الله الرجال. لا انا جاي بقول لك ترى الحين نحن سمعنا وشفنا على جروب وكذا ان في وايد من الخوات يسالون ويقولون والله نحن نبغي نشارك، نحن حتى غادر دحين توح ذلك تقول لي والله نحن نبغي نشوف، نحن عندنا خبرة في هالأشياء ونحب نقتني هالأشياء ونحب نشارك، فما لنا مكان يعني كيف كذا. فان شاء الله ان شاء الله طال عمرك مدام انت اموركم في الشارجة الحمد لله، والحاكم جزاه الله خير بروحه يتابعكم واموركم طيبة، فان شاء الله الامور تكون احسن من كذا. ان شاء الله نسمع الاخبار في القريب العاجل ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. بس من السلم الثاني ان شاء الله بنسوي لهم قسم خاص حق النساء وبتكون كلها كاميرات وكلها مراقبة ان شاء الله. جزاك الله خير. تسلم يا طويل العمر. القريب العاجل ان شاء الله. تسلم يا ابو مانع. الله يبارك فيك الشيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا طويل العمر. الله يبارك فيك. ها غاده بتينا المزاد طبعا، بس يخصصون يخصصون المساحات المناسبه الخاصه بالنساء. وايد حريم تشكن الصراحة، حتى كل يوم قدمنا الحلقة قدمنا البرنامج قالوا نحن نبغي نشتري هذا، وعندنا وتعرفين انت في الحريم ما شاء الله عليهم مثلا عندهم نظرة خاصة في الديكورات وكذا، فيعرفون كيف يستخدمون الأشياء القديمة في الديكورات، تشكل يعني وتوضع في زوايا معينة وبتعبر على فكرة عن بالذات الأشياء القديمة التراثية اللي لها تاريخ مثلا أو كذا، الواحدة بتحب تحطها في زاوية تكون ظاهرة للعيان. هذا هو
حتى تعكس الروح، روح البيت، روح اللي موجودين الساكنين في البيت وانتمائهم لهاي القطعة أو تعلقهم بها ولتاريخها ولزمنها. بالضبط. أنا صدقين مقدمت الحلقة دمعت عيني يا لأن مسكنا أشياء كانت موجودة أيامنا نحن، الحين طبعا شبه اندثرت مش موجودة، ولا تحصلين بأضعاف أضعاف سعرها، فهذه بتخلي العالم يكتروا الذكريات فيها وكمان تعكسها للجيل الجديد يعني حتى يتعرفوا على كنا نستخدمها في كذا، هذه كنا نستخدمها بالضبط تماما، ويبدون يقيمون الأشياء على فكرة يقدرونها. يعني أنا من أحد الأشياء اللي أحب يعني أجمعها اللي هي بعض العملات، بعض التحف، بعض السيارات، بعض الألعاب صحيح. القديمة صحيح. فحين العيال عندي بدوا ويسألوا يحافظون على الألعاب بالضبط، يا بابا حط اللعبة ما يعطني إياها هذا، يقول لا حبيبي هذه ما تصوبها أنت ما لك خص فيها، فيبدؤون شوي يسألوا ويسألوا ويحافظون على أغراضهم بالضبط تماما. هلا هلا فينا يا أبو مانع في الحريم يعني خصصوا لهم زاوية إن شاء الله ما نأخذ هذا الفاصل. الله يعطيك العافية. هنا الرابعة، أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة. شكرا زميلي أبو يوسف، من ليس له قديم لا حاضر له بالتأكيد. في آخر الأخبار، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يصدر مرسوما اتحاديا رقم 14 لسنة 2015 بتعيين سعادة حمد عبيد المنصوري مديرا عاما للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. صاحب السمو حاكم عجمان وبحضور سمو ولي عهده يتسلم النسخة الأولى من موسوعة عجمان باللغتين العربية والإنجليزية والتي أصدرتها دائرة التنمية السياحية في عجمان من سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، حيث قدم لسموه شرحا وافيا عما تحتوي الموسوعة التي تقع في 14 بابا فيما تتناول النواحي التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وموضوعات ومعلومات عن شخصيات ومواقع أثرية وتراثية في الإمارة. صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يشيد بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوجيه الشكر إلى حماة الوطن. نشرة أخبار الساعة ترى أنه لم يكن مفاجئا لأحد من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها حصول دولتنا الغالية على المركز الأول عالميا في ثقة الشعب بالحكومة والثقة بالاقتصاد وبقدرة الحكومة على تحفيز الابتكار، وذلك وفقا لمؤشر إدمان للثقة 2015 والذي تصدره سنويا المؤسسة ومقرها نيويورك. وزارة الطاقة تعلن نتائج جرد انبعاثات مشروع ريف ريزيدنس جرد انبعاثات الغازات الدفيئة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015، وشركة ريف العقارية تعلن عن إطلاق مشروع ريف ريزيدنس السكني والذي يعتبر أحد الأبراج الأولى في قرية جميرة سيركل. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يشهد المباراة الودية التي جمعت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وهامبورغ الألماني، وكان اللقاء قد انتهى بفوز مان سيتي بهدفين مقابل لا شيء. اللجنة المنظمة لبطولة ندى الشيبة الصحراوية للرماية تستعد وترصد مليون دولار جوائز مالية. نادي سيدات الشارقة يثمن دعم سمو الشيخ جواهر القاسمي قرين صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو الشيخة بدور القاسمي للرياضة النسائية. اختتمت بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات الدورة 23 للمؤتمر العالمي للأكاديمية العالمية للطب الشرعي، والذي شهد حضور أكثر من 1756 مشاركا وزائرا. وفي آخر أخبارنا، بدء عملية فرز الطلبات البحرينية المرشحة لنيل جائزة خليفة التربوية. شكرا لكم وحياكم الله. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة. هل تبحث عن جامعة تقدم أرقى مستويات التعليم برسوم مناسبة؟ الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القوين تقدم برامج متنوعة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتميز بجودة أكاديمية، كما توفر الكلية أوقات دراسية مرنة تناسب الجميع. سارعوا بالتسجيل الآن في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القوين، فكل طالب جديد سيحصل على جهاز آيباد ميني كهدية. للمعلومات 06766-5597 أو EC UC.AC.AE.
الكاتب الأكثر مبيعاً على مستوى العالم والمرشد في فن أسلوب الحياة الناجح، واحد من رواد هذا القرن وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في هذا الكوكب. الآن في دبي، مجموعة المراد تقدم ديباك تشوبرا في دبي في 11 فبراير، فرصتك لتكتشف طاقاتك. الحضور فقط لحاملي بطاقات الدعوة. للمزيد من المعلومات زوروا موقع راديو الرابعة www.1078fm.com. في الحياة هنالك أشياء رائعة لا تصدق، الآن أصبحت حقيقة. كجزء من احتفالية الذكرى السنوية 20 لمهرجان دبي للتسوق، يمكنك أن تكوني من الرابحين 100 كيلوغرام من الذهب كشوائز لشرائك ذهب أو الماس بقيمة 500 درهم، مجوهرات، ساعات، سلسلة دبي الاحتفالية. يمكنك الحصول على كوبونات من منافذ البيع تؤهلك لتكون من الرابحين 100 كيلوغرام من الذهب و40 قراطا من الإلماس. هذه لحظة السعادة خلال مهرجان دبي للتسوق، مبادرة مجموعة الذهب والمجوهرات. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. انت لا ملو انت المنى واجمل مواعيد الانا
شوي جد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين ومتابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة من 7.8 ورحب مكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم نصي القصير للسمس نستقبل على 7-009 على الشبكتين طبعا صلاة ودو زين. صباح الخير بالنسبة للناس اللي هم من المليبارية يكون الوزار تبعهم مغلق من الأمام ويلبس عليه حزام وهم فئة جدا ملتزمين بلبسهم فقط للمعلومة. جزاك الله خير. زين. أنا مرحبا أنا طالبة مو ضيعطيق عندي شكوى لوزارة التربية والتعليم من يومين ما أداوم عشان أتصل فيكم إن شاء الله. زين السلام عليكم أنا أسكن في منطقة القراين 4 ومقابل موقف الباصات العامة عند قيام خادمات المنازل لاستخدام الباصات العامة وفي فترة انتظارهم الباص يقوم قائدي سيارات خاصة من الجنسية الآسيوية بمضايقتهم بشكل متكرر والعرض عليهم التوصيل مجانا. أتمنى حماية الخادمات من المضايقات وتكثيف الأمن في المنطقة. زين نقول الو 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 مرحبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك الله يخليك. الله يبارك فيك. وي انا بقول لك الله يخليك انا عندي امس من عند عبد الله راشد وايد تكلم اقول له اسمع ابوي انا يعني روحنا الحمد لله معروفين تعرف ناس يعني محترمين ناس مبهاتنا يداتنا يدي كان امام مسجد مطوى وابوي ويدي الثاني امام مسجد مطوى وابوي ما شاء الله كان مؤذن وامام وما لنا قصيره مستوين الحمد لله عندنا الخير يعني عندنا نخيل وعندنا الناس اللي اجد انهم شي يروحن عندنا برك هذا مالح تسمع ابوي نعم ها ودينا امس عبد الله اخوي وايد يعني تكلم لي اخوي لا عنده كساره ولا عنده زين ولا عنده الحمد لله ما لنا قصيره يعني مستوينا. لحظة اختي لحظة شوي لحظة صح ولا عفوا اختي تسمعيني ابوي زين ابوك في الجنة ان شاء الله تعطيني اسمك بس الله يخليك ام فهد الله يخليك ام فهد من وين يا ام فهد انا مو مقيمين اكلمك مو مقيمين اي زين ام فهد شو الموضوع بالضبط عبد الله عن شو تكلم كتبوا ان الكسار المجلس الوطني احمد العماش وتكلم ان عبد الله راشد وايد لا عفوا يعني. عفوا يا ابوي ام فهد ابوي نحن ما ذكرنا اسماء لا امس ولا اليوم ويقال هو قال المجلس الوطني اسمع ابوي لا لا زين المجلس الوطني يا طويلة العمر في وايد اعضاء مش عضو لا لا تعب كتبوه ابوي اللي يقول اللي ما يدانيك يخرب معانيك صح ولا والحمد لله روح لمالي واخوي لا عندك الساره ولا عندك زين ولا عندك شيء تعرف ابوي والحمد لله انا بعد اليوم تكلمت علي يا طويلة العمر لا انت ما عبد الله راشد امس يعني وايد قال ان شاء الله من الكلونه وان شاء الله بيهم وهم تعرف اللي هم استفادوا اكثر شيء منو لا, 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 لا تعطيني أسامي الله يخليك أم فهد لا تدخليني في متاهات نحن لا نحن ما نحب نذكر أسماء ولا نحب نتعرض لأشخاص أعضاء المجلس الوطني كلهم أخواننا ومننا وفينا ومن عامة الشعب وعلى عيننا وعلى رأسنا اتصل فيها لأن حد عندها سكر التليفون ما عندك رقمها فرجاءً يا أخوان ما في داعي بعد نرضى اليوم أنا قريت مقال الأستاذ سامي الريامي عشان أوضح النقطة هذه نحن ما عندنا مشكلة شخصية مع منو ما كان الحين سؤال يوم أنا بتكلم عن الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة الفلانية ومثل ما بديت حديثي اليوم كنا تكلمنا عن الحفر وعن الماء تكلمنا عن البلديات وتكلمنا عن
دوائر الأشغال في الدولة وتكلمنا عن غيرها من الجهات. أنا ما عندي لا عداء شخصي ولا مصلحة شخصية مع صاحب أو عفوا مع مدير أو موظف في هذه الجهة. أنا أتكلم عن الجهة نفسها، أنا أتكلم عن إجراءات الجهة، أنا أتكلم عن التقصير، أتكلم عن الانتقاد البناء الهادف اللي يصلح من سير العمل وخدمة الوطن. في النهاية هذا ما حد يساوم عليه، ونحن ما نشكك في ولاء وانتماء أي إنسان، ولكن في النهاية هذا إنسان، في النهاية هو مطلوب منه شيء معين يؤديه. أنا إذا ما أقدر أؤدي الخدمة هذه، ما أقدر أؤدي الوظيفة المطلوبة مني، أتنحى. الموضوع جدا بسيط، اللي ما يشتغل يلس في بيتهم، اللي عنده مصالح شخصية تتعارض مع مصالحه في العمل أو في الوظيفة اللي هو فيها في الحكومة أو غيره، يلس في بيتهم يا أخي، يدير مصالحه. ليش يرشح نفسه مثلا ويكون ما أتكلم عن فلان ولا فلان؟ أنا ما أعرف، أنا اللي أتعامل وياه أكون واضح وصريح من المجلس الوطني الاتحادي هو شخص واحد فقط، على علاقة معاه، على اتصال معاه، وما تشد طلبت منه شيء ولا الله يحوجني لحد. ولكن نحن نقول أن هذيل ناس انتخبوا من قبل الشعب. كيف انتخبوا؟ كيف انتخبوهم؟ شو سووا عشان أن ينتخبوهم؟ شو الوعود اللي وعدوها؟ شو المطالبات اللي قالوا نحن راح نطلبها؟ هذه كلها تفاصيل موجودة ومعروفة عند الجميع. لكن هي أقول والله أنتم مش من حقكم تتكلمون، عفوا لا، نحن من حقنا نتكلم. ما هم بعد يتكلمون، تراهم هم بعد مرفوع عنهم الحصانة، هم ما عندهم عندهم حصانة، عفوا من حقهم يتكلمون في اللي بيتكلمون فيه تحت قبة البرلمان. ونحن بعد كإعلام من دورنا هذا نوجه ونتكلم. نحن مش مغاسل هنا على أساس أن نغسل ونلمع ونسوي، لا، اللي يغلط مفروض نتكلم عنه. وما في والله، أنا أرجع أقول هالكلام وأنا مسؤول عنه وأحلف أمام الملأ، أنا لليوم من يوم ما جيت جلست على هالكرسي لهذا اليوم، يمكن انتقدت، أرجع أقول انتقاداتي كلها بناءة وهاتفة وللمصلحة العامة ومصلحة الجميع، مش أنتقد كانتقاد شخصي، لا، أنا أنتقد أرجع أقول لمصلحة الجميع. فما في لليوم ياني تلفون من مسؤول أو من شيخ أو من غيره من ولاة الأمر، أو حد دز علي حد قال والله هذا وايد يتكلم، لا تقولوا له لا يتكلم مثلا، ما يعني التنبيه أبدا نهائيا. فنحن منبر حر الحمد لله رب العالمين، الكل من حقه أن يتكلم. لكن إذا كان العضو سين هو اللي عارض القرار الوزاري يوم يتكلم الوزير، طيب كيف ما نتكلم عنه؟ يعني سؤال يطرح نفسه، كيف يعني؟ نعم هو أخوي مثلا أو ولدي أو بنتي أو منه ما كان، تأخذني الحمية عليه، أنا ما أرضى أن أحد يغلط عليه، لكن هو غلطان في النهاية والغلطان لازم يعاقب، هذا ما في نقاش، لازم يحاسب. ما أدري أنا شو الموضوع اللي زعل، أنا مش فاهم. أتمنى الأخت أم فهد ترجع تتصل فيني، أتمنى أنا، لأن رقمها مع الأسف علي ما سجله وانقطع الخط، فأتمنى أنها تتصل. نحن ما قطعنا مكالمة أحد على فكرة، ولا راح نقطع مكالمة أحد، اللي يبغى يتكلم، اللي يبغى ينتقد، لكن ما نتعرض لأشخاص. اليوم في ناس مع الأسف الشديد ما يعرفون ينتقدون، يجيك تعرض للحياة الشخصية للمسؤول هذا، والله هذا متزوج، هذا مطلق، هذا يسوي كذا، هذا يسافر كذا، هذا عنده كذا، هذا عنده رصيد كذا. أنا ما يخصني في هذا كله، أنا اليوم أعرفك أنت كمسؤول، أنا أعرف علي عبد العزيز كمخرج في برنامج الرابعة والناس، يوم أنتقده أنتقدك كمخرج، أنا أصلا ما عرفت علي إلا كمخرج. طيب ما يحق لي أنا في التفاصيل الشخصية، هو شو عنده برا أنا ما يخصني فيه، شو عنده في حياته الشخصية أنا ما يخصني فيه، أنا أنتقد إخراجه، مدام أنك محطاه هنا تخرج عدل، يا أما أنتقدك، هذا من حقي يا أخي، أنت اليوم كمذيع محطاه هنا انتقدني أنا كمذيع، أما حياتي الخارجية أنا شو أسوي شو ما أسوي أنت ما لك خص فيني. هذا الكلام اللي نحن نقوله للعوام للكل، فهذا اللي يضاح فقط. نقول له الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا ابو يوسف، حالك؟ يا مرحبا، خير انت، الله يعافيك. انا وياك من دبل حسن مريم. تفضل. طول عمرك انا عندي الكبد وتعالج ابو ظبي، ابى الشيخ خندان يعطيني سياره بساعد، كل شهر اروح ابو ظبي اتعالج مستشفى المفرق، وما عندي سياره، ما عندي ماديه اخذ لي سياره. منو معي عفوا بس اختي؟ مريم محمد خميس من نقبي. مريم محمد من دبل حسن خميس. زين اختي مريم، بس تقصري صوت الراديو الله يخليك، او التلفزيون عندك؟ ان شاء الله ما عندي تلفزيون. في صوت عندي اسمع من صوت عيني بس. من عيني من عيني اليمين. نعم زين. هنا ابو يوسف
زين يا طويلة العمر. هذا حد يساعدنا سيارة، تعرف علاجي كل شهر لازم أخذ عن الكبد تحاليل، ومحرمة أرملة وما عندي أقدم عاش وما عندي أشتري سيارة، وكل شهر أروح أبو ظبي. محتاج يعني أنت مواصلات من دبل حصن إلى أبو ظبي؟ إي أحتاج سيارة يعطونا الشيخ حمدان الله يخليه يطول عمر الشوق يطول بأمرهم ما يقصروا. والله يا طويلة العمر مكان تجعل هو إن شاء الله هم ما يقصرون، جزاهم الله خير. الله يخليك ويخليك وطر وسلم لي على أبو راشد، أبو راشد يعرفني، سلم عليه سلام وقول مريم من دبا. فالس طيب، شكرا غالي، شكرا. طويلة العمر حياتي. نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أبو يوسف يا يعقوب سر يعقوب. أستاذ أنا ممكن أكلمك تحت الهواء ولا لازم أتكلم الحين؟ والله يا ريت تتكلمين الحين، من تحت الهواء ما بفيدك ولا بنفعك بشيء. ان شاء الله خير. استاذ انا كفيفه جامعيه، تخرجت من جامعه الامارات. تعطيني اسمك بس اختي عفوا. ما اقدر. زين ما علم. زين اعطيني اي اسم مستعار على الاقل. زين تكملي تفضلي. اسم مستعار نوره. زين تفضلي يا نوره. انا كفيفه جامعيه، كفيفه تخرجت من جامعه الامارات، ويعني الحمد لله يعني من سنة ونص ما حصلت وظيفة وكيفة الحمد لله، فخاطري يعني كان إحدى طموحاتي منذ الصغر إني أكمل ماستر دراسة الماجستير، فيعني ما عندي الإمكانية الحمد لله، يعني الوالدين ما يقصرون شيء، بس يعني لو لأن ظروفهم الصعبة القاسية ما يعني ما كانوا بيقصرون. كفيفة عفوا أختي نورة، نظرتك ضعيف ولا كفيفة منذ الولادة؟ كامل ها. كليا منذ الولادة؟ الحمد لله. لا 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 يعني صارت ظروف صارت أمور الحمد لله رب العالمين. وتم يضعف نظرك وخلاص الحين ما تشوفين؟ إيه الحمد لله رب العالمين. من أي إمارة أخت نورة؟ أنا من الفقع، أنا من دبي. دبي. زين الشؤون ما يساعدونك؟ ها؟ الشؤون؟ يعني إذا في يعني إذا في مثلاً إني يعطوني من يعطوني شيء أي شيء يعني حق الماستر مساعد أي شيء، لأنه يعني صراحة يعني خاطري يعني ألبي رغبة والديني إني أرد لهم لو ذرة من الجميل. أخت نورة أنت تسمعيني صح؟ إيه نعم. زين أنا سألت الشؤون ما يساعدونك، ما تصرف لك ما يصرف لك مبلغ من الشؤون الاجتماعية؟ لا 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 أنا مش مواطنة. أنت مش مواطنة. لا 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 أنا ما أسمعك أستاذ، أنا ما عندي تلفزيون الحين بعيد، أنا ما عندي. لا تسمعيني من التلفون يا أختي. إيه. أنت من وين أخت نورة؟ ها؟ من وين؟ مو بلازم يعني بعد، لأن إذا قلت كل بياناتي فممكن الأهل يسمعون وشي. ما أدري يعني، بس أنا المساء إنزين. ها؟ خلاص كملي أخت نورة. شو اللي محتاجة أنت الحين؟ أنا اللي محتاجة يعني صراحة محتاجة تكاليف الماستر والمصاريف اللي يعني. بيت كملين دراستك يعني؟ هي يا ريت والله يعني لو أرد ذرة من الجميل حق الوالدين، بس أبغى أفرحهم إنهم كبار وشي، أبغى أفرحهم على آخر يعني إن شاء الله بعد عمر طويل وشي، أبغى أرد لهم ذرة من الجميل، أبغى أعوضهم بأي شيء، أنا مستعد يعني أبغى أعوضهم بأي طريقة بأي شيء، لأنهم الوالدين يعني ما قصروا معاي أبدا، فيعني أتمنى إنه يعني إن شاء الله يعني أتمنى الناس يعني إن شاء الله إن شاء الله، وإن صاحب والدي صاحب السمو الله يطول بعمر الشيخ حاكم الشارجة إنه لو يعني يعني يساعدني أو أي حد. الله كريم يا أخت نورة. والله يا ريت يعني، وتكلفوا مثلا حتى يعني صراحة يعني إني محتاجة مساعدة مادية ومحتاجة بعارفة يعني كيف بالضبط. الله يعينك اختي، الله يعينك. انا يعني بس اهم شيء صراحه يعني ابغى اعوض يعني ما اعرف كيف